تعمل مرسيدس حالياً على تسريع وتيرة تطوير السيارات الكهربائية، والآن أكد الصانع الألماني الجي كلاس تحصل على نسخة كهربائية في عام 2024. وحسب الشائعات فمن المحتمل أنه يتم الكشف عن نسخة اختبارية للجي كلاس الكهربائية في شهر سبتمبر القادم. متوقع يكون شكل الجي كلاس الكهربائي صندوقي ومشابه بشكل كبير للجي كلاس الحالي، مع إضافة لمسات خاصة تعبر عن هويتها المستقبلية الكهربائية، وهذا اللي نشوفه بالتصاميم التخيلية المنتشرة بالفوتوشوب للسيارة. وطبعا بتحتفظ بقدراتها على الطرق الوعرة بفضل عازم الدوران الرهيب اللي بتجي فيه مع تقديم تسارع وأداء أفضل بشكل عام. شاركونا برأيكم في فكرة الجي كلاس الكهربائية، ولا تنسون تشتركون معنا في القناة عشان يوصلكم جديد أخبار وأسعار السيارات والعروض أول بأول بإذن الله. واللي يبحث أو وده يشتري سيارة جديدة أو مستعملة أو يبي يبيع سيارته، على طول حمل تطبيق مستعمل، ادخل واختر قسم السيارات وتصفح كل السيارات المعروضة، وتقدر تبحث في كل الشركات والموديلات وتشوف السيارات المعروضة بكل سهولة، وتضيف إعلانك إذا تبي تبيع سيارتك. ومتوفر التطبيق حاليا في أبل ستور وأندرويد وهواوي، حمله وتصفح كل العروض.